اهلا بحضراتكم. بالامس الرئيس محمد مرسي في خطابه دعا رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل الى اجراء بعض التعديلات في وزارته، ويعني الترشيحات بتقول ان حقيبه الماليه هتكون من ابرز الحقائب اللي هيتم تغييرها، ده بالاضافه لحقيبتين يعني ما فيهمش وزير حاليا بعد استقاله وزير الاتصالات وما فيش وزير نقل كذلك. الرئيس كمان دعا الى حوار وطني بعد اقرار دستور. كثير من القوى والشخصيات السياسية خرجت بمبادرات، على سبيل المثال مبادرة سيد عمرو موسى، والكل ينتظر ماذا سيحدث في الأيام القادمة من تغييرات على الساحة السياسية المصرية، تغييرات يلمسها الشارع المصري وتخفف من وطأة المشاكل الاقتصادية اللي بيعانيها بالشكل الأكبر. أرحب بضيفي دكتور سعد عمارة عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، أهلا بحضرتك. ودكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، صباح الخير، أهلا بحضرتك. شرفتونا. نبدأ من الحرية والعدالة. يا ترى إيه التغييرات الوزارية اللي ممكن ننتظرها واللي ممكن نلمس بيها تغيير في الشارع؟ والله يعني احنا شايفين في اداء بعض الوزارات فيه سلبي، وبنرى ان يجب ان يكون هناك تغيير زي ما حضرتك قلت. وزارة المالية في الغالب الدكتور الوزير يمكن مريض، في وزير الاتصالات والنقل كذلك خاليين، وربما هناك بعض الوزارات الأخرى عشان من يعني في إشاعات بتقول الكهرباء، التنمية المحلية. إشاعات، أنا لا أستطيع أن أنا يعني أقول للوزير رئيس الوزراء هيغير مين، لكن إحنا لنا بعض الآراء أن في بعض الأداء جيد وبعض الأداء متوسط وبعض الأداء معقول يعني. طيب دكتور عبد الله، حضرتك شايف ان هو ليه يبقى رئيس الوزراء في منصبه؟ لان باقي شهرين تقريبا وهيبقى في عندنا برلمان، فبالتالي مش هتغير بعد شهرين واحد تاني. يعني انت برضو انت عندك الاداء، انت مش متوقع، انت نفسنا يكون الاداء اعلى من كده بكتير، ولكن في نفس الوقت الوقت ضيق، انت عاوز استقرار نسبي، حتى على الرغم من ضعف الاداء محتاج استقرار نسبي، لان الاقتصاد مش في حاجه، اي تعديل خلي بال حضرتك بيأثر، واحنا عندنا طبعا اكتر مؤشر بيتأثر بهذا الامر هو البورصه. صح. فبالتالي انا شايف ان ممكن اجراء تعديلات محدوده جدا جدا، يعني كل ما خليت التعديلات محدوده، احنا عندنا وزيرين بالفعل فيهم يعني المكان بتاعهم شاغر زي النقل وزي الاتصالات، وانا اعتقد وزارة التموين وزارة البترول يمكن محتاجة شغل شوية، ويمكن دي اللي هقولها دي يمكن تزعل الدكتور سعد، اللي هي الشؤون القانونية والبرلمانية اللي هو بتاع الدكتور محسوب، لسبب اني مش قادر يفصل بين اداء الوزاري والاداء السياسي. يعني انا بحس احيانا ان هو يعني مهاجم للمعارضه، على المعارضه، المعارضه كذا، يعني مش قادر يفصل. تمام. فده امر من الامور الخطره جدا، لان هو مفترض ان هو موجود للدفاع عن الحكومه فيما يتعلق بالاداء، والمفروض يفصل، ملوش دعوه بالقوى السياسيه، هو مش قادر يفصل. فالجزئيه دي مهمه. الخيط من دكتور عبد الله دكتور سعد، في يعني في تلميحات بان ربما يكون معظم من سياتون في الوزارات المختلفه هيكونوا بيتبعوا التيار الاسلامي، تحديدا من الاخوان المسلمين. كان في بعض الاصوات اللي بتنادي ان يكون في تحمل من جانب الحزب الحاكم لمسؤولياته كامله حتى يمكن محاسبته، ولكن ايضا هناك من يرى ان يجب ان يكون هناك شراكه يعني بين القوى المختلفه. في اعتقادك إلى أي الرأيين سيميل رئيس الوزراء عند اختياره للوزراء الجدد؟ والله أنا يعني رأيي الشخصي بميل إلى أن يكون هناك وزراء ائتلافية، وزارة وحدة وطنية. الحقيقة في مصر في حاجة شديدة جدا ومريحة أن تتكاتف كل الجهود من كل الاتجاهات الأيديولوجية الآن، وتقف مع بعضها
في هذه الفترة الصعبة من من من, من تاريخ مصر وتخف حالة الاستقطاب الموجودة الآن، وهي خطرة أيضا. احنا بنجد حتى إسرائيل في أوقات الخطر بتعمل وزارة وحدة وطنية والمعارضة بتدخل الحكومة لأنه أنها تواجه خطر. نحن الآن في مصر نواجه خطرا كبيرا، وأنا أتمنى على كل القوى السياسية، أتمنى أن حزب الحرية والعدالة وهذا ما يفعله والرئيس مرسي بيدعو للحوار، وأتمنى على جبهة الإنقاذ أيضا أن يعني تستجيب لهذا الحوار بل وتشارك في الحكومة القادمة. نحن في سفينة واحدة، وهذه السفينة يجب أن ألا تغرق، وإن شاء الله لن تغرق، لكن يمكن أن تتحرك وتتحرك بقوة إذا كانت هناك نوع من التعاون بين كل القوى. طب دكتور سعد، هل تم فعلا التواصل مع بعض الأحزاب السياسية اللي بتنتمي إلى الكتلة التيار الإسلام الغير الإسلام السياسي علشان تشغل بعض الحقائب الوزارية في التشكيل أو التعديل الوزاري الجديد؟ لا، يعني ليس عندي معلومات، لكن أنا أتصور إن, 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 إن القضية لن تكون قضية محاصصة بمقدار ما هي تكون قضية كفاءة، بصرف النظر أن يكون منتمي للتيار الإسلامي أو غير منتمي. في مصر فيها كفاءات كبيرة جدا، ليس بالضرورة أن تكون منتمية إلى التيار الإسلامي. وأنا أتصور أن النهج الحرية والعدالة والنهج في المرحلة القادمة أنها تبحث عن الكفاءات وليس بالضرورة البعد الأيديولوجي. دكتور عبدالله، حزب الوفد واحد من مكونات جبهة الإنقاذ، هل في نية أن يكون في مشاركة من جانبكم سواء بترشيح أو من خلال حوارات أن يكون لكم وزير في هذه الوزارة الجديدة، أم أنتم تتجهون للتصعيد أم لطرح المزيد من المبادرات؟ لا، هو التصعيد دي لا، يعني احنا قصة التصعيد دي بالذات في الوقت الحالي ما أعتقدش يعني يكون في أمر من أمور التصعيد، لأن احنا في الأول وفي الآخر بيهمنا هذا الوطن. لكن خلينا نقول ان احنا ما تعرضش علينا الاول، يعني من حيث المبدا احنا ما تعرضش علينا، بس كقراءه كده للواقع السياسي اللي احنا موجودين فيه، وزاره هيكون عمرها حوالي شهر ونص او شهرين، من الصعوبه بمكان انك انت تخش جواها وتقدر انك انت تثبت ذاتك جواها، وبالتالي حتى التغييرات هتبقى محدوده. لان انا كحزب وفد عشان اقدر انا اخش في وزاره ويبقى اقدر ان انا اسمع في داخل الوزاره ديت ويبقى ليا ثقل، لا، هيبقى صعب انك انت تاخد وزير او اتنين. لازم يبقى فيه تشكيل او ائتلاف معين يبقى معقول عشان يقدر الحكومه نفسها تنجح، وانت كحزب وفد تقدر انك انت تسمع داخل هذه الوزاره. فانا من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني طبعا هو الامر لم يعرض بعد على الحزب، من وجهة نظر أنا الشخصية أن من الصعوبة أن احنا نقبل في الفترة القليلة ديت، لأن احنا هيبقى عندنا فرصة أكبر بعد ما يجي مجلس النواب. طبيعي جدا أن هيجي رئيس الوزراء هيعرض من قبل رئيس الجمهورية على البرلمان، وبالتالي هيبقى من المفترض أن الأحزاب الممثلة داخل البرلمان هتكون موجودة في تشكيلة الحكومة. ده أمر طبيعي عشان البرلمان حتى يرضى عنها. يعني طب دكتور عبد الله، في الوقت اللي احنا فيه ده وقت ازمات، وقت ازمه اقتصاديه قويه جدا، مش شايف انه الاسلم دلوقتي انه يكون اعضاء الوزاره هم من التكنوقراط او من الناس الفنيين وليسوا سياسيين ينتموا الى احزاب؟ والله احنا عاوزين الكفاءات، الكفاءات دي بقى موجوده، تكنوقراط موجوده في الاحزاب موجوده في اي حته، المهم يكون في كفاءات. احنا خلينا نبقى واقعيين، احنا بنفتقد نفتقد بصورة كبيرة جدا لكفاءات في داخل الوزارة الموجودة الحالية، تمام؟ في كفاءات طبعا موجودة، ولكن الباقي الكفاءات بتاعتها قليلة شوية. فأنا عاوز الكفاءة، مطرح ما يكون للكفاءة، وهو ده بقى إذا كنت عاوز أقدر أنقذ سفينة الوطن لابد أن أنا أنظر للكفاءات، ما أنظرش إلى الثقات. ودي اللي احنا كنا بنقولها للسيد الرئيس فيما يتعلق بالمستشارين والمساعدين. المستشارين والمساعدين مع احترامي للسيد الرئيس بيبقى مركز قوي في ناحية الثقات مش في ناحية الخبرات، ودي شفناها في القرارات وشفناها في بعض الأشياء. في طبعا منهم فيهم خبرات، لكن الغالبية مع احترامي أنا بتكلم عن الموجودين حاليا، الباقيين بعد ما ناس استقالت وناس مشيت، فيهم الغالبية للأسف الشديد واخدين على الثقة. ولذلك أول ما الرئيس يطلع قرار يقول لك هذا القرار تمام ومظبوط،
اول ما الرئيس يرجع في القرار يقول لك ما دي من الحكمه ان هو يرجع في القرار. لا، انا عاوز واحد صاحب رؤيه يقول للرئيس ويديله خبرته بغض النظر، يعني يقول له الحقيقه ايه هي بالظبط. لكن ان انا اجامل في اصدار القرار واجامل في الرجوع في القرار، يبقى ده ثقات وليس خبرات. طب دكتور سعد، يعني بما ان الوزارة اللي هتكون موجودة دلوقتي هي وزارة مؤقتة تسير أعمال إلى حد كبير إلى أن يتم انتخاب برلمان، مبادرة سيد عمرو موسى على سبيل المثال هو اقترح أن يكون في حكومة إنقاذ وأن يرأسها رئيس محمد مرسي بنفسه، ويتم تأجيل بعض الشيء انتخابات الشعب وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن هي تثير مثلا فرقة أو مشكلات إلى أن البلد تقف على رجليها زي ما بيقولوا، ويحصل نوع من الاستقرار الاقتصادي، جذب للعمل. هل ده ممكن يقبله الرئيس، يقبله حزب الحرية والعدالة؟ أنا أتصور يعني فكرة المبادرات كفكرة من رجل بقامة الدكتور عمرو موسى وكذلك كل جبهة الإنقاذ وكلهم قامات مهمة، إن هي مهمة جدا هذه المبادرة، وأتمنى أن يعني باقي إخواننا في جبهة الإنقاذ يأتوا مبادرات مثلها أو يوافقوا عليها. ونتصور الدكتور مرسي رئيس الجمهورية بيمد إيده للحوار ومستعد تماما التحاور حول كل المسائل. المشكلة هنا الآن عند جبهة الإنقاذ هي مشكلة الحوار. يعني ليس معقولا في هذه الفترة الخطيرة في حياة مصر أن رئيس الجمهورية يمد يده إلى كل القوى السياسية مرارا وتكرارا، تعالوا نتحاور وبعدين نقول لا مش هنتحاور. يعني ليس هناك مشكلة تحل في الدنيا إلا بالحوار، وهذا الوضع الدقيق في حياة مصر لا يمكن أبدا لكل وطني إلا أن يهتم بقضية الحوار. قل ما شئت، اختلف ما شئت، وافق على ما شئت، لكن لابد أن يكون هناك حوار. ماذا عن محددات الحوار؟ ده كان طلب الجبهة. محددات الحوار تضعه حينما نكون على ترابيزة زي دي، نقعد احنا ونقول محددات الحوار. وما حدث في الجولة الأولى من الحوار الـ54 ان الاغلبيه كانت اغلبيه اسلاميه اللي موجوده اللي هي استجابت، بالاضافه للاستاذ ايمن نور وحزب غد الثوره، ولكن جلسوا وهم اللي حددوا، اجنده الحوار. وكان فيها من ضمن نقاط الحوار تاجيل الاستفتاء، وهو مطلب من مطالب جبهه الانقاذ، وانتحت لجنه من الدستوريين والقانونيين على جنب وبحثوا هذا الموضوع ايضا. ويعني ما كانش هناك اعتراض على نقطه ما نتحاور حولها او لا نتحاور، كان كل شيء. طب دكتور سعد، يعني هسال حضرتك، يعني الحوار قد يكون ليه نتائج وممكن نشوفها على ارض الواقع، والرئيس مرسي امبارح في خطابه كلف الحكومه ببعض التكليفات. من وجهة نظر حضرتك ايه اللي المفروض تكون اولويات الحكومة في الفترة الجاية، ولكن سريعا اذا سمح. انا اولويات الحكومة في الفترة القادمة ان تهتم بالشعب، بالجزء من الشعب الاكثر فقرا في قراراتها، وده يمكن الاجنده التشريعيه اللي مجلس الشورى هيبدا يناقشها مباشره، حول الضمان الاجتماعي، حول قانون المعاشات، حول مظله للتامين الصحي، حول الحد الادنى والحد الاقصى للاجور. يجب ان يكون هناك اهتمام وتنسيق بين الحكومه وبين مجلس الشورى في هذه النقاط. نفس السؤال. دكتور عبد الله، انا عاوز اتكلم بس زي ما حضرتك وضحته ان 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 في لابد ان تكون هناك اسس للحوار. انا مش عاوز اجي وبعد كده اقول لك ايه هنتحاور في ايه. لا، احنا من الاول مسبقا نبقى معروف في اجنده واضحه للحوار، عاوزين حوار يبقى متزن وجاد. واحنا قلنا احنا بنرحب باي نتائج ايجابيه حصلت قبل كده، بس مع احترامي شديد جدا ان في الخمس جلسات اللي قبل كده النتيجة هم اللي توصلوا إليها في الحوار، وطبعا في قامات وطنية محترمة في الجلسات السابقة، ولكن انتهت إلى تعيينات الشورى.
يمكن تعيينات الشورى فيها مشكلة كبيرة جدا حتى اللحظة دي، من ضمنها ان في ناس متعينين كانوا في الحزب الوطني وفي ناس ينطبق عليهم قانون العزل، انا مش عارف دي هيعملوا فيها ايه حتى اللحظة دي. طيب ينطبق عليهم قانون او ينطبق عليهم المادة المتعلقة بالعزل. اخيرا دكتور عبد الله، ايه المطلوب من الحكومة في الفترة القادمة؟ المطلوب من الحكومة في الفترة القادمة النظر في النواحي الاقتصادية، يعني انا اعتقد ان النواحي الاقتصادية مهمة جدا جدا جدا، وبالذات الحاجات المتعلقة بالمواطن. المواطن مش محتاج فرض عليه المزيد من الاعباء، والاسعار ده مجرد بس القرار بتاع زيادة الأسعار، الأسعار زادت، فما بالك بقى لما أنت مع الضغط الاقتصادي، أعتقد أنها تبقى فيه زيادات متتالية في الأسعار، وده ما لا نتمناه في الفترة القليلة القادمة. أخيرا بس أنا عاوزين نحدد أسس الحوار وأطراف الحوار، وتبقى فيه أجندة مسبقة، أعتقد أن ده ممكن يخلي جبهة الإنقاذ تبقى موجودة في الجلسات القادمة. أنا بقول الآن جبهة الإنقاذ تحدد أجندة الحوار، تكون أجندة ما يكونش فيها شروط يعني تعجيزية، وأنا أتصور أن هذا سيكون مرحبا به بشكل كبير جدا. الكل يضحي عشان خاطر نبدأ لابد في فكرة ثقافة السفينة، أن ما فيش حد، ثقافة السفينة احنا محتاجينها كلنا، أن ما فيش حد هيتبع حد، ما فيش حد هيخلق السفينة، ما فيش حد هيرمي حد في البحر. ده كلام عاقل جدا ومنطقي ونقطة إيجابية، يعني نتمنى من النقطة دي نبني عليها. وكنا نتمنى أن مجلس الشورى يشاركوا فيه، ولكن هم لم يستجيبوا الحقيقة جابت الانقاذ تتعوض في الشعب إن شاء الله. سؤالنا لحضراتكم على الفيسبوك النهاردة كان: هل التعديل الوزاري في حكومة دكتور هشام أنديل سيساعد في حل مشاكل الحكومة؟ الإجابة كانت 15%، حلول مؤقتة لأزمات الحكومة 7%، لن يضيف جديد 77%. ده كان رأي حضراتكم حتى اللحظة. بشكر ضيوفي في النهاية: دكتور سعد عمار، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الخارجية والأمن القومي مجلس الشورى، ودكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد. شرفتونا. مشاهدينا ابقوا معنا، احنا شايلين المفاجأة للآخر عشان نحتفل معاكم رأس السنة على طريقتنا. وفرقة سلالم انتظرونا. توصلها دايما عشتك جوا الليل ولا بتحس بطعمها، لما تكون الدنيا ضلمة فكر فيها وحلها، افرح غني شوف النور عيش وتهنى بسحرها، لما تعيش تحلم احلامك مش قادر توصلها، فكر في اللي يخليك قادر توصل طولها وعرضها، فكر انك لسك عايش وبتتنفس في الهوى، مهما هتكبر هي حياتك وبإيدك هتحلها، لما تكون الدنيا أوضة انزل غير عفشها، وريها انك قادر تضحك من قلبك بتحبها. لما يقولوا عليك مجنون اعمل نفسك مش هنا، سيبك ملك شريين دول غني في كل الأمكنة، لما يقولوا عليك مجنون اعمل نفسك مش هنا، سيبك ملك شريين دول غني في كل الأمكنة، لما تكون الدنيا أوضة انزل غير عفشها، وريها انك قادر تضحك من قلبك بتحبها.
علق بالون على بابك عشق الوانها وحلاوتها، لون حيطانها على مزاجك افتح بايدك شبابك، علق بالون على بابك عشق الوانها وحلاوتها، ولما تكون الدنيا